شايف انها غريبه شويه يا ابو، يعني المره دي خدتني معاك، كنت كل مره بتاخد عرب. يا عاطف انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت مش اخويا؟ اخويا ولا مش اخويا؟ اخوك حبيبه، انت لحم ودم يا واد. الله يبارك لنا فيك، انا مربيك. اهو ده العشم برضه. اتفضل يلا. اتفضل. انت سليم اخويا؟ فيك اي حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ربنا يستر. لمعت وش الواد اللي على الموتوسيكل؟ لا ما لحقتش، الواد كان طاير بالموتوسيكل. طب يلا يلا اركب. مالك يا رخام؟ في ايه؟ احنا جايين حفله هنا عشان تبسط ونفك، ما تقفشيش كده في نفسك. عامل يعني ارقص لك؟ ما ترقصيش يا اخي، هروح اجيب لك حاجه نشربها يمكن تفك. اتكل الله. انت بقول لك ايه؟ واقف ورايا اهي، انا عملت اللي عليا يا استاذ. ازاي؟ في بنت زي القمر كده تقعد لوحدها، الرجاله اتعملت ولا ايه؟ درينك؟ لا مش بشرب. مش مهم تشرب، يلا بينا نرقص. مش برقص، انا همشي بعد ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ رايحه فين؟ هو انت لحقتي تيجي عشان تمشي؟ ده انا قاعد مستنيكي بقالي كتير قوي. هو رامي مالك؟ انا معجب بيه جدا، وعايز اقول لك على حاجه، انا رامي في الشغل اللي بينا خد ثلاث اضعاف اللي يستحقه عشان خاطر ايه؟ رامي تعالى، انت جايبني هنا لده؟ ده ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ما اللي جايين عيد ميلاد واحد صاحبي نقول لكم سنه هو طيب، مالك انت ازاي حيوان كده؟ وغرفه ده ايه؟ بالراحه بالراحه بالراحه. راحه فين؟ احنا جايين هنا عشان نتعرف على بعض، نسمع مزيكا، نقضي وقت حلو. في ايه؟ كبر الامور ليه؟ عاجبك المنازل اللي احنا فيها خلاص دي؟ خلاص يا رامي. في ايه؟ ايه ده؟ خلاص يا جماعه معلش انا توترت. طيب خلاص مش مشكلة، بالراحة يا رب. انت كمان هي توترت شوية وخلاص. في ايه؟ اهدي كده، يلا بينا نسمع مزيكا ونتبسط. نتبسط كلنا دلوقتي. خلاص يا ريم. دخلها ناس انغام. عجبك المنظر؟ خلاص يا استاذ انغام. ايه ده؟ في ايه يا ابني؟ انت مين وايه اللي دخلك هنا؟ لا مش مهم انا مين، انا جاي اخدها بس عشان عندها مدرسه الصبح وبتنام بدري. ايدك والجاكيت عشان دي اكثر طلبه، لو كرمشت اكرمشتك وشك. بقول لك يا ابني اطلع استناها بره. يا عم اقعد ساكت بقى. مالك عارف ايه؟ ما تهدى. وانت جدع، انت مش كنت خطيبها؟ والله هو كله جاي في كله. يلا طلع عليك بمكانه، اخد اللي يخصني وامشي. لا يعمل نمره هفرقع دماغه. يلا اندرتيكر وسع وسع. ارجع